مر في لبناني نادى بالعنصرية، وألف لبناني صرخ لا للعنصرية. شعار من بين الشعارات الكثيرة التي نشرت على صفحة الحملة الداعمة للسوريين ضد العنصرية. فقد تم إنشاء هذه الصفحة قبل أسبوعين على موقع فيسبوك في إطار مبادرة شبابية للرد على ما يتعرض لها اللاجئ السوري من تمييز في لبنان. صار في جزء من العنصرية عن جزء من الشعب اللبناني، واضطرينا نوجهها بطريقة أو بأخرى. وأول يعني الحملة على الفيسبوك هي كانت أول فكرة طلعنا فيها، وهي الحملة موجهة لأنه لا هذا إنه تتصدى لهذا الخطاب العنصري، وبنفس الوقت هي إنه خلق خطاب تاني موجه لهذا الخطاب. بوجود أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، تدعو المنظمات الحقوقية إلى إنصاف المجتمعات المضيفة عند توزيع المساعدات لتفادي تنامي الشعور بالتمييز. عم نسمع ريبورتس من اللاجئين اللي بنحكي معهم إنه هن عم بيحسوا إنه في نوع من العنصرية، خصوصاً بالمناطق مثل وادي خالد ومناطق بالبقعة، وين كانوا اللبنانية بالأساس عايزين مساعدات أكتر من الحكومة، وهلأ هني عم يتضروا من الأسعار اللي عم تغلى والإيجارات اللي عم تغلى. هذه الحملات الداعمة للسوريين على مواقع التواصل الاجتماعي تأتي في وقت تبحث فيه الحكومة اللبنانية إمكانية وضع سياسة لتنظيم اللجوء السوري الذي بات يشكل عبئاً كبيراً على اقتصاد البلاد وبنيته التحتية. ظهور بعض الشعارات العنصرية بحق السوريين في شوارع بيروت يرى كثيرون أنها تعبير عن رأي فئة من اللبنانيين يرفضون تزايد الوجود السوري في بلادهم. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، بيروت.